مرحبا يا الحبايب، اليوم كالعادة كنا منقلب بجوجل ولا بمقال بسي ان ان عنوانه ريبتس بتوين بايدن اند نتنياهو سبيل انتو بابليك فيو. خليني اتاكد لكم، ريبتس بتوين بايدن اند نتنياهو spill into public view، يعني الخلافات، ما يسمى بالخلافات بين نتنياهو وبايدن بلشت تظهر للعلن، كانها يعني مش مبين من الأول. شوفوا المقال مش طويل كثير، قرأته ووقفت عند أكثر من شغلة، فقلت خليني نحكي بهالكم من شغلة اللي وقفنا عندها نحكي فيديو. قبل كل شيء، قبل ما نخش في المقال، تنويه هيك على السريع. اليوم كنت بسمع بعض المحللين وبعض المخللين عن موضوع إغراق أنفاق غزة، وفي أحد المحللين جاب تحليل لمحلل عسكري أردني انه هذا المحلل بيستبعد اغراق الانفاق. طبعا اللي متابعني بيعرف شو وجهة نظري، بدون ما يعني قبل ما يحكي هذا المحلل العسكري الاردني، انا انطيتكم وجهة نظري من الاول، يعني قلت لكم انه مش قادر اتخيل انه 5 مضخات مي بدهم يغرقوا 500 كيلو او من هالحكي. فأخوان، أنا مش محلل عسكري ولا محلل سياسي ولا مخلل خيار. برجع وبأكد على نوتة دائما بحكيها، أنا زلمة ببحث عن الحقيقة، مجتهد، بثابر، عندي استعداد أقعد سنة كاملة ولا أبحبش وأنبش على معلومة صادقة، على معلومة صحيحة. ومش هاي المشكلة، اوكي، انا بدور وبنبش وببحمش ونبطر جدلا، مثلا لا حصرا انه وصلت للمعلومة الفلانية انها هاي اصح معلومة، اني اذا ما اقتنعت فيها ما بعتبرها معلومة صحيحة حتى لو انها صحيحة. هاي مشكلة عندي، يعني عجبيتك هاي المشكلة اهلا وسهلا، مش عجبيتك انت حر. لانه انا كمان إذا ما اقتنعت بها معناته مش راح أقدر أدافع عن هاي المعلومة حتى لو إنها صحيحة. شو الفائدة إنك أنت جايب معلومة صحيحة ومش عارف تدافع عنها؟ بط. وليش أنت ما بتقدر تدافع عنها؟ لأنك أنت مش مقتنع. إذا ما كنت أنت مقتنع ومدورها من جميع الزوايا ومن جميع الجوانب، صعب إنك تدافع عنها حتى لو إنها صحيحة. وأنت كمان بدك تكون فاهم شو هي هاي المعلومة وعن إيش هاي المعلومة وشو حثياتها، تمام؟ فموضوع إغراق الأنفاق لغاية الآن أنا بستبعد، وقلت لكم في هذاك الفيديو أنه لغاية الآن أنا بستبعد، وأنا لغاية الآن بستبعد إغراق الأنفاق. وزي ما حكيت زمان قبل ما تبلش الحرب البرية، قلت لكم أنه العدو الصهيوني، حتى عنوان الفيديو أنه روبوتات العدو الصهيوني تطارد أشباح حماس، إشي زي هيك. وكلمة أشباح بعدين ترددت، أكيد هم مش يعني ومش بعرفهم فيه، بس انه يعني اي واحد لما يفهم ويستوعب المتاهات اللي بتعملها هاي الانفاق بتخطر بباله فكرة الاشباح. طب نرجع ل انا بس حبيت انوه، يعني ونشي فريقي وني انوه، اوكي، واحلى كاس الشاي بهالجو هذا، جو الشتاء، يا سلام، ولا بالاحلام، ما بيلزموا الا كاس الشاي طقع فقع. يا عم الشاي شريان الحياة، شو بدكم الحكي؟ يا سلام، ولا بالأحلام، شغلة مطق. طيب خلينا نشوف أول شغلة في المقال وأنا وقفت عندها، اللي بوقف عنده بسجله على ورقة. بيقول لك نتنياهو، أنا وين رحت؟ نتنياهو ما بديش الورقة تبين. طب
شو بقول؟ I would like to clarify my position. أنا بدي أوضح موقفي، بدي أوضح نقطة مهمة على نتنياهو. شو بقول؟ I would like to clarify my position. طيب يا أبو يائير اسمع شو بقول لك. I will not allow إسرائيل بين قوسين من القوسين من عندي. I will not allow إسرائيل، أنا لن أسمح لبلدي، بلده هو يعني، to repeat the mistake of also. to repeat the mistake of also. أنا لن أسمح لبلدي بأنه يرجع يغلط الغلطة اللي غلطها في أوسلو. إذا أوسلو بالنسبة له غلطة، هاي اللي ما طلعش فيها للعرب الفلسطينيين شقفة أرض محترمة، هو بيعتبرها غلطة. شو معناته؟ هو انتو لا تنسوا اللي كود يعني، أو خلينا نقول الأحزاب اليمينية عند العدو الصهيوني هي ضد أي شيء بيجي في إطار إنه في نوع من الاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في جزء من أرضه. لذلك بقول لك أنا ما راح أسمح لبلدي إنه يكرر الغلطة اللي غلطها في أوسلو. يعني حل الدولتين انسى، تهجير القصر شغال، اللاجئين ما لهمش حق في العودة، القدس كلها عاصمة للعدو الصهيوني. إذا اليوم الصبح كنت أقرأ في هآرتس مقال عن علماء آثار اكتشفوا خندق بيرجع ل4000 سنة. 4000 سنة يعني لسه قبل ما يجي قوم موسى، بدنا نعتبر انه 1200 قبل الميلاد، يعني كانوا موجودين. وهو على فكرة المقال نفسه بيقول لك انه لسه مش متأكدين امتى الخندق هذا مبني، محتارين يعني، بس قديم قديم جدا. وين؟ بالقدس اكتشفوا هذا الخندق، قريب من بئر سلوان. موضوع اللي بيسولفوا فيه الجماعة انتصرنا وما انتصرنا بعدين بالله في نقطة، صوتت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار مشان هدنة إنسانية. العدو شط ونط، العدو الصهيوني مش قابل وما بدوش ولا يمكن. ولا وزير الخارجية للعدو الصهيوني شو بيقول؟ أي وقف لإطلاق النار، أي هدنة بمثابة هدية. مين اللي رحب بالقرار؟ حماس. طب هسه السؤال، لو حماس كانت في موقف قوي واليد العليا في المعركة إلها، مش المفروض تقول لا 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 أنا ما بدي أوقف، أنا مسيطر على الوضع وأنا مكرسح العدو وأنا مغرقيته بالوحل وما بدي وقف إطلاق النار، وأي وقف لإطلاق النار بمثابة هدية للعدو، وأنا بدل عن سنسفيل أمه على أبوه. العكس وين؟ عند العدو. مشان تعرفوا أنتوا يلي متوهمين، بعض المحللين وبعض المخللين متوهمين أو تتواهموا وبتوهموا المشكلة بالشعب العربي بالعقل. فكروا فيها، لو انه العدو الصهيوني غرقان بمستنقع موحل مش قادر يتحمل الخسائر، يا دوب يلتقط انفاسه، مش كان رحب قال خلص العالم بده وقف فوري لاطلاق النار واحنا كرمال خاطر العالم بدنا نوقف اطلاق النار؟ ونتنياهو بيقول لك I will not allow، انا لن اسمح. زلمه بيحكي من خزق واسع، بين قوسين ليش اقول انا اخوان
يعني بذكركم بأشياء أنا حكيتها، وهي الأدلة. نتنياهو من لما قال هذه حرب استقلالنا الثانية، خلاص لا يمكن يتراجع، خلاص حاط بباله شغلة، بده ينظف كل قطاع غزة من إشي اسمه حماس، سواء على مستوى سياسي أو على مستوى عسكري. باي باي حماس. خلينا نيجي على الشغلة الثانية اللي وقفت عندها. نتنياهو شو بيقول؟ عفوا بايدن بيقول the current Israeli government، الحكومة بين قوسين الإسرائيلية الحالية والقوسين من عندي، doesn't want a two-state solution. doesn't want a two-state solution. الحكومة الإسرائيلية الحالية، الإسرائيلية بين قوسين والقوسين من عندي، لا تريد حل الدولتين. هذا إشي أنا قلت لكم إياه. ما في يعني جماعة، إذا الحسيبيين بنوا مركز إلهم في بيت حانون، وبقول لك كل ما يتقدم جيش العدو الصهيوني في قطاع غزة إحنا راح نبني مراكز حباد جديدة، مراكز حباد حسيدية. وهاي الحكومة نفسه بايدن بيقول لك هاي أكثر حكومة متطرفة في تاريخ العدو الصهيوني. وطبعا يعني زي واحد زي إيثمار الحمار ابن غفير الحمير وزير الأمن القومي، واحد زي سموتريتش وزير المالية، وهم اللي قاضين نتنياهو من خناقه، ويا ويلك وسواد ليلك إذا بتنسحب من قطاع غزة، أو إذا بتتراجع، أو إذا ما بتكمل، ملعن سنسفيلك. بعدين صحيح، المهم يعني هم اللي ماسكينه من خناقه، هم بيمثلوا مش بس اليمين المتطرف، مش في المحافظين الجدد بأمريكا، هذول اليمينيين الجدد، هذول يمين اليمين، أقصى يمين اليمين كمان. خلاص أنت لما تعرف إنه في هيك عقلية في حكومة نتنياهو، بدك انت تصير تستنتج لحالك بدون ما تروح على المحلل الفلاني والمخلل العلاني. بالمناسبة في مخلل من فترة انا بتابعه يعني صاير يقول، قال اسرائيل بين قوسين، مع انه بالاول ما كانش يقولها، شكله فيديوهاتي وصلته، وانا بعرف واحد بيعرفه فبدي اخلي الواحد يسأله، انت بتتابعني ولا لا؟ محلل مشهور انت بتعرفوه او بجوز عرفتوه، قال طاير يقول بين قوسين، بين قوسين، سارقها مني يعني؟ لأنه ما عمريش شفت محلل بيقول بين قوسين غير أنا. طاط. أنا جو ماي، ولا هاي خليها لبعدين. خليها لبعدين يا إخوان، خليها. طيب، يعني إذا بايدن بيقول لك الحكومة الإسرائيلية، الإسرائيلية بين قوسين من عندي، بتوقع بعرفش عاد في محلل ثاني راح يقول بين قوسين من عندي، يقول من عندي. بيقول لك هاي الحكومة اعترفش بشيء اسمه حل الدولتين. صحيح، أنا تذكرت شغلة، هذول بعض المحللين وبعض المخللين بيقول لك إن نتنياهو بده يطول أمد الحرب عشان ما يروحش على على المحكمة. شوف اخوان، انا في شغلات كثير يعني بقراها، يعني بستحي اني احكي فيها، او بستحي اني اخدعكم فيها، او بستحي اني يعني مش متخيل حالي اني بحكي فيها مشان اوهمكم. عيب عيب عيب. يعني مثلا والله هذول موضوع انه في عناصر من حماس استسلمت وعراوة مع عراوة، هذا فيديو مفبرك، صور مفبركة، هاي فبركة إعلامية واضحة، يعني ما بدي أروح على القضية. يعني آخر إشي العنصر المقاتل في حماس آخر إشي ممكن يفكر فيه إنه يستسلم، خذوها مني، لأنه أنت كمان بدك تحط حالك محله. هذا العنصر اللي في حماس عنده أيديولوجيا، وهو مخلص لهاي الأيديولوجيا ويقدس هاي الأيديولوجيا، وعنده عقيدة، عنده عقيدة بناضل، وعنده إيمان شديد
ولسه هو بتعامل مع عدو له. وبعدين يحيى السنوار غربلهم، ما تنسوا يحيى السنوار غربلهم، غربلهم يتغربل اي واحد كان عنده ذرة شك بانه ممكن يخونه او ممكن يغدر فيه او ممكن يكون عميل او ممكن يتآمر يطيره. وانا ليش بحترمه ليحيى السنوار؟ فلا، موضوع انه في عناصر من حماس استسلمت، لا اضحكي فراطه، هذا يعني نكتة هاي يعني، لا ما يعني عيب انا احكي فيه اصلا. ولا هذا بعض المحللين نتنياهو بيطول امد الحرب رغم انه خسران، رغم انه خسران، وملت عين سفينه بيطول امد الحرب عشان ما ينجرش على المحاكم. يعني شر البلية ما يضحك، عيب 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 يا عمي. هذا عنده استراتيجية نتنياهو. انت كيف ممكن بس هيك تربط الامور وترد على بعض هاي المحللين وبعض المخلين تقولهم اتذكروا انه نتنياهو قبل بشهر 9، قبل اسبوعين، في اجتماع للجمعية الامن للامم المتحدة في نيويورك رفع خارطة لفلسطين من البحر الى النهر انه العدو الصهيوني هو اللي مسيطر عليها. هذا زلمة عنده استراتيجيات، هذا تكتيك، هذا تخطيط عنده. ما في شيء انا بطور بامد الحرب زي يا عيب العيب. والمشكلة في ناس مصدقتهم، مصدقة هذول المحللين والمخللين. يعني مع الأسف يعني إمتى إحنا بنصحصح؟ عمي هذا الزلمة عنده قناعة في اللا شعور، إشي غصب عنه لا إرادي، إنه هو مرسل من الإله يهوه، وإنه يحقق النبوءات في سفر أشعياء وغيره، وركز على خطاباته من هاي بهاي الجزئية، بتلاقيه يقول لك الخلاص الخلاص. وغير ذلك هو عنده استراتيجية، عنده تخطيط بعيد المدى، بده يحقق أهداف ماشي عليها خطوة خطوة، بالعقل بالعلم بالحسابات، مش طاخ طيخ. خلينا نكمل. نتنياهو شو بقول؟ أبتر ذك والله معلش تركزوا معي هون ضروري جدا، يعني إذا سمحتوا انتبهوا لي. بيقول لك أبتر ذا جريت، وانا الورقه هاي ما بديها تبين. ونظري مش مساعدني، شو بدي اسوي عاد؟ After the great sacrifice of our civilians، بعرفش عن ضبطت صح ولا لا، ترى انجليزيات مطبشه مطبشه عاي في حالها، ولا من الاز من واز ما بميزها، والان من الان ما ظل خربط بيناتهن، هي ان في ولا ان على. طيب نتنياهو after the great sacrifice of our civilians، بعد التضحيات العظيمة للمدنيين تاعونا and our soldiers، وجنودنا، شو بقول هنا؟ I will not allow the entry into Gaza of those who educate for terrorism, support for terrorism and finance terrorism. أنا لن أسمح بإدخال هؤلاء الذين يعلمون الإرهاب والذين يدعمون الإرهاب والذين يمولون الإرهاب. تيروريزم، أنا قلت تيروريزم. يعني الزلمة خلاص بقول لك لا اللي بدعم ولا اللي بيعلم، اللي بيعلم لها معنى كبير هاي، ولا اللي بمول. ويمكن لما تصفن بكلمة اللي بيعلم الإرهاب بالنسبة له هو بطلع بشغلات كثير. I will not allow، بعد كل هاي التضحيات اللي قدمها المدنيين والجنود، أنا مش راح أسمح لأي أبو أثخن شنب يفوت غزة وهو بباله يعلم الإرهاب أو يمول الإرهاب. 30 مليون دولار، هو اللي بقول شنو، في خوازيق جاية على الطريق. طاط، خليني أكمل، شكلي راح أخش 20 دقيقة وأنا بعدني بقرب أول كم فقرة. طيب
هلا هون بقول لك يا عمي نتنياهو بقول لك غزة، عفوا مشكلة، خليني أجرب بالنظارات، معلش تحملوني يعني أنا الضوء عندي ووضع عيوني. غزة نتنياهو بيقول غزة والبي نذر، بالله يركز معي هون، والبي نذر حماستن مش راح تكون حماسية نور فتحستن ولا فتحاوية، هو هيك كاتب فتحستن، شايف كيف؟ وبس وسلامتك غزة ما راح تكون لا فتحاوية ولا حمساوية، يعني بين قوسين أني محتل قطاع غزة من حاجز إيريز لمعبر رفح ومن ساحل البحر الأبيض المتوسط لغلاف غزة. قطاع غزة جزء مما يسمى بإسرائيل الكبرى. يعني يا بايدن ويا بلينكن ويا كيربي لو بتحطوا إيدكو بإيد مين؟ أني بالنسبة إلي قطاع غزة جزء مما يسمى بإسرائيل الكبرى. قلت آه قلت لا، تلحسوا الفرن من راسكو لساسكو. يعني لا للفتحاوية بده يسلمها ولا للحمساوية. زلمة مش مصلي على النبي. زلمة بقول لك أنا بدي أي إشي. أنا بقول لك أنا مش راح أسمح لبلدي إنه يرجع يغلط غلطة أوسلو. شو ضل فيها؟ أي اتفاقات سلام وأي حل دولتين وأي وأي وأي، وهذا حكيته أنا من زمان، من زمان حكيته. ردوا على بعض أخوان، معلش أنا بس في منطق هيك بسيط. في واحد قوي، في واحد ضعيف، تمام؟ أنت عارف إنه القوي القوة بإيده، سواء مالية أو عسكرية أو علمية، حتى يمكن نقول عقلية، أنت عارف تأخذ بكلام القوي ولا تأخذ بكلام الضعيف حتى لو القوي بكذب؟ أنت بمين بتأخذ؟ كلام مين بتأخذ؟ أنت عشان تحلل وعشان تبني، يعني أنت بدك تخطط، بدك تحط خطة، بدك تحل مشكلة، بدك تواجه موقف. أنت عارف إنه هذا الموقف اللي بدك تواجهه في شخص قدامك وشخص آخر، الشخص قوي والشخص الآخر ضعيف. آه؟ أنت لما القوي يقول لك ترى إذا عملت هيك أنا راح أعمل هيك، والضعيف يقول لك إذا عملت هيك أنا راح أعمل هيك، والقوي بيقول للضعيف سكر ثمك لا تربطش ببطنك، أنت على مين بترد؟ وأنت عارف إنه القوي ممكن لغاية 90% يحقق اللي براسه، تسمع لمين أنت؟ وليش تسمع للضعيف؟ خليني أكمل لكم. بايدن شو بيقول؟ بيقول we will continue to provide military assistance to Israel. إسرائيل بين قوسين من القوسين من عندي until they got rid of Hamas. هذا أنا حكيته من زمان. في اتفاق، في هدف مشترك، في نقطة متفقين عليها، قال العالم آه، قال العالم لا، قالت أوروبا آه، قالت لا، قالت الصين فيتو، قالت روسيا مستحيل. على سيرة روسيا، تعرفوا لافروف اليوم أنا شو بقرأ له تصريح بقول لن نسمح بأي تسوية في الشرق الأوسط لا تحقق أمن بين قوسين إسرائيل ولا تحقق دولة فلسطينية. أشطب على الجزئية الثانية وركز على الجزئية الأولى. هاي لافروف روسيا، ترى إلي مقال طويل عريض عن لافروف، أنا محلل شخصيته، ترى هو برج الحمل لافروف، مقال طويل عريض بموقع عمون الإلكتروني. وبعد فترة العربية، قناة العربية نشرت مقال مشابه جدا للمقال اللي أنا نشرته في موقع عمون الإلكتروني، واكتبوا شخصية لافروف أشرف غسان مقطش ده، الزلمة ترى كان قاري فيزياء قبل ما يصير سياسي، هاي اللي من اللي بتذكره.
الزلمة مسح الأرض بأحد وزراء خارجية العرب. ممكن ما يجيبليش حتى يمد إيده يسلم عليها. أنت عارف يا حبيبي بحكي. الشايات بردن، أنا أشرب لي شفتين. الأخ بايدن، العم بايدن شو بيقول؟ بيقول أمريكا راح تستمر في تقديم الدعم العسكري للعدو الصهيوني حتى يتم القضاء على حماس. وهذا اللي بدها أمريكا، هي أصلاً هي اللي بتدير الحرب. يعني لما بايدن أو بلينكن أو من لف لفهما بيطقعوا للكونغرس كله من الشيوخ للنواب، وبالعكس رايحين جيد، وبزرقوا قانون أو بزرقوا مش عارف كذا ألف قذيفة للعدو الصهيوني بدون موافقة الكونغرس، وبيجي بيقول لك بايدن منتقد نتنياهو وبيقول له أنت راح تخسر الدعم الدولي. إذا هو سائل عن الدعم الدولي، هو نتنياهو سائل عن الدعم الدولي، لسه وزير خارجية للعدو الصهيوني اليوم بيقول احنا ماضونا قدما بوجود دعم دولي او عدمه. مطقعين للعالم كله. ليش مطقعين للعالم كله ماضون قدما؟ لانهم موحلين، لانهم مش قادرين للمقاومه، لانه حماس هي اللي منتصره. مش عمي معلش يعني حكموا عقلكم. خلصنا. في بطاقة معايدة موديها بايدن لنتنياهو. اسمعوا شو بيقول بايدن لنتنياهو في بطاقة معايدة بمناسبة عيد الحنوكاه اللي بيحتفلوا فيه اليهود هاي الأيام. شو بيقول لك؟ I love you. هذا اللي طول عمره يطخ على نتنياهو انه بدك تعمل حل لدولته، بقول له اي لاف يو. بايدن بيقول لنتنياهو بطاقه معايده اي لاف يو. اي لاف يو. هذا كمل لكم عشان تعرفوا يا اخو اللي على اطلس. بيقول له اي لاف يو بط. في بط هنا، في استدراك، في لكن، لكن بالعربي استدراك. بط ايش؟ مش بطبطة. وين رحت ولك؟ I love you but I don't agree. أنا لا أوافقك with a damn thing you had to say. مع الشيء اللعين، أنا ما بوافقك بالشيء اللعين اللي بتظل تكرره. طبعا الشيء اللعين اللي بتظل تكرره نتنياهو إنه هو مطقع على الإدارة الأمريكية من رأسها لأساسها في موضوع حل الدولتين، وفي موضوع ما بعد حرب غزة، وفي موضوع ما بعد القضاء على حماس. زلمة حاط جريه بال مش عارف شو بيقولوا بالهايع، ومعند وراكب راسه، وعنده اثنين يمينيين متشددين، ومثل ما قال بايدن هاي أكثر حكومة متطرفة في تاريخ العدو الصهيوني. تمام، بيقولوا I love you. بيجي بايدن بيقول I love you but I don't agree. أي باي but I don't agree؟ يظل يا زلمة أنت دعمت دعم عسكري بدون ما تستشير، بدون ما تستنى موافقة الكونغرس، على مين بتمثل؟ إخوان باختصار شديد، قربنا نكمل نص ساعة، يلا هالدقيقتين بدي أحكي فيهم هيك براحتي باختصار شديد. كل اللي قرأت لكم إياه أنا حكيت لكم إياه من قبل. أنا ما بفتح بالمندل ولا بقرأ بالفنجان. أنا زلمة قلت لكم أدوات التحليل السياسي عندي إشي ملموس، إشي واقعي. قال إيش أبو عبيدة سياح نياح بين قطر وتركيا؟ يعني هذا الخبر أنا استحيت إني أحكي فيه، عيب، مع إني أنا قديش انتقدت أبو عبيدة، بس عيب، عيب ينحكى عن أبو عبيدة هيك. لا، أبو عبيدة أنا بقول لكم كتحليل، كاستنتاج، كمنطق، موجود في قطاع غزة، موجود في قطاع غزة. ما حدا قال لي، أنا شو بعرفني؟ وأنا بعرفه؟ ولا في علاقة بينه وبينه زي ما قال بعض أحد المحللين إنه بعرفه شخصيا؟ لا، بس بالمنطق، بالعقل، هيك يعني بشوية دراسة وشوية تحليل، لا، أبو عبيدة موجود داخل قطاع غزة، داخل قطاع غزة،
وبيقاتل. هيك المنطق بيحكي. عاد الواقع إشي تاني، معناته أنا تحليلي غلط، معناته تردوش علي، سكروا هالقناة وباي باي لندن، باي باي أنجلا. لا إخوان، يعني معلش باختصار شديد، نتنياهو ماضي قدما، ما راح يعني أنا قلتها قبل هالمرة، الإشي الوحيد اللي ممكن يوقف الممكن يوقف الحرب على قطاع غزة، على الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة، على حماس، تمام؟ وهذا لا يعني انه حماس تمثل الشعب العربي الفلسطيني، مستحيل نوي بالنسبة إلي، لأنه في أسبقيات تاريخية تشير إلى انه حماس متغطرسة وحكم ديكتاتوري وبالكندرة حاشاكو تحكم الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة. بس نتنياهو، ما الإشي الوحيد اللي ممكن يوقف هاي الحرب عليه هو وفاة نتنياهو، أو ولا بلاش، أو بلاش، اللي بيدير الحرب الولايات المتحدة، وموضوع حل الدولتين انسوه، وموضوع التهجير القسري شغال. إذا اليوم الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اللي في قطاع غزة بيناشد إنه السماح بإخراج آلاف الجرحى للخارج عشان انقاذهم، ما هو اللي بيطلع من قطاع غزة عمره ما رايح يرجع. المجاعة قريبا راح تسمعوا بمجاعة كارثية في قطاع غزة، إغراق أنفاق غزة بالمياه انسوه، تفكروش فيه، تحكوش فيه. عمليا صعب، صعب جدا، صعب جدا جدا، لأنه لسبب بسيط، العدو الصهيوني لغاية الآن يجهل خارطة أنفاق قطاع غزة. هاي الحالة بس سبب بعطيك انت هيك تفكر فيه، انه يعني صعب جدا على العدو الصهيوني انه يغرق. ونتنياهو ما راح يرضخ لا لبلينكن ولا لكيربي ولا لسوليفان ولا لبايدن ولا لسخام البين. العدو الصهيوني بس ينظف قطاع غزة من حماس سياسيا وعسكريا راح يدق في حزب الله، في حرب جاية على لبنان، والأوضاع في الضفة شن قليلة شن قليلة، مخيم جنين بركان بركان. اخوان عجبكم محتوى هذا الفيديو يا ريت لايك، ما عجبكم ديسلايك، عندك ملاحظة، عندك رأي، عندك مداخلة، عندك وجهة نظر يا ريت تعلق. وعم بدي أنوه لنقطة، التعليقات اللي بتعلقوها تنتظر قراءتي لها، يعني ما بتنزل دغري، أنا عامل hold all comments for review، موقف كل التعليقات حتى أراجعها. أي تعليق في مسبة على أبوي أو أمي أو الاثنين مع بعض بلوك على طول مع أحلى صحن فول. أي تعليق في إساءة، في مسبة، في شتيمة لأي شخصية عامة، ما بغض النظر مين هاي الشخصية، اليوتيوب راح يطاردني إذا بنزلها. سبوا علي زي ما بدكم، سبوا علي، أنا هاي منزل تعليقات كثير فيها مسبات علي وفي اتهامات باطلة اللي هو ادعاءات زائفة عني، سبوا علي أنا، بس شخصيات عامة سياسية مش سياسية أيا كانت هاي الشخصية، رجاء ما راح أحذف التعليق، ما راح أعمل بلوك. أول مرة بتشوف خلقتي وعجبك محتوى الفيديو، أو واحد من الثنتين عجبتك خلقتي أو عجبك محتوى الفيديو، اشترك سبسكرايب عشان يظل يجيك فيديوهات بمواضيع جديدة، بآراء جديدة، وجهة نظر جديدة، تحاليل جديدة، مش تحاليل مخبرية، تحاليل من عندي يعني. ما عجبك لا تشترك عادي، بس بغض النظر انت اول مرة بتشوف خليكتي او للمرة العاشرة بتشوف خليكتي وعجبك محتوى الفيديو، يا ريت اذا سمحت تتكرمت انك تشارك الفيديو مع اكبر عدد ممكن من اصدقائك، معارفك، اقاربك، صديقاتك، صاحباتك، زميلاتك، زملائك، اولادك، مرتك، اذا لازم يكفي عاد قرقعت راسنا ينين. يعني بس اشرب لي اخشب. بكل الاحوال ما تنسوا تقولوا